السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي هاني، كلشي على خير وبخير. كنتمنى نتوما كتشوفوا هذا الفيديو نتوما بصحه جيده، نتوما وليداتكم المسلمين الجميع. اليوم غندير معكم الطريقه ديال الخميره البلديه، كيفاش كنصايبوها النهار الاول، حيت بزاف ديال السيدات كيقولوا لي كنهضروا بحال هكا على الخميره، تيقولوا لي ديريها لينا، احنا ما عرفناش كيفاش الاستعمال ديالها النهار الاول كيفاش كتقاد. اليوم انا غادي نصايب معكم الخميره البلديه، راه كتعرفوا المنافع ديالها، وراه هي راه زوينه. احنا راه كنستعملوا الخميره الاخرى، راه البلديه هي الاصيليه ديال الناس ديال الزمان، هي راه زوينه وصحيه. اليوم غندير معكم، كندير هاد النخاله ديال الزرع الكامل، ما غبر كيما جبتو من الطاحونه كيما حطيتو، راه ما غبر، درتلو لا ما درتلو لا غربال لا والو، بحال هكا شوفوا هكا. وعندي هنا الكاس ديال الماء دافي، وعندي هنا اللبن، عندي هنا سميتو التمر، عندي هنا ثلاثة ديال التمرات بالعظام ديالهم، وهنا عندي أربعة ديال العظام ديالهم. اللي بغى يدير غير العظام يدير، اللي بغى يدير التمرات كاملة تيدير. ما بغيتش انا نكثر، اللي ما عندهاش التمر ولا شي حاجه راه طلع ضمرها زوين. هنا عندي باش غادي نخلط، انتوما كتشوفوا كندير هنا لا بالنسبه لحساب الخميره ماشي بالعبار، اللي بغى دير غير شويه دير، اللي بغى دير بزاف دير. انا غير دابا كندير معكم، راه عندي بها باش كنعجن، راه كتعرفوا الخميره كتكثروا الخميره راه ما كتجيكمش الريحه ديال الخميره البلديه، تبقاو تكثروا في هذه الخميره البلديه، تبقى تقللوا من هذيك الخميره الاخرى، ديك الخميره حبوب. من غادي يجي النيت ان شاء الله الحال سخون، تبقاو تعجنوا غير بالخميره البلديه، عجنوا بكري باش يجيكم مع الغدا ان شاء الله، وراه كتعرفوها مع الدراري والمدرسه، غتنوضوا غير كيما تصليو ان شاء الله وبداو في العجينه عاد تردوا الفطور. راه هي راه صحيه، راه طيوصي عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، راه هي راه صحيه. تقولوا لي لا سميتو علاش درت اللبن، حيت اصل الناس قدام كانوا كيخلطوه باللبن، راه اللبن زوين كيخمرها بالزربه كتجي زوينه، كتعجني كتجي لك ديك الحموضيه راه كتجي زوينه. حتى دوك البكتيريا باش اللي كيخمروا لينا الخميره راه كي هما سميتو اللبن، تيبغيو اللبن، داكشي اللي كتخمر لينا الخميره البلديه بالزربه. وبالنسبه للتمر حتى هي راه زوينه، انا غنديرهم بجوج، اللي ما عندهاش التمر وما عندهاش اللبن غادير الفول يابس ولا ديك الشريحه، حنا كنقولوا الشريحه، كاين اللي كيقول ليه الكرموس، حتى هي راه كتجي زوينه. اللي ما عندهاش هاد الحوايج كاملين راه حتى سميتو داك بتنا على الشهاده الزبيب، حتى الزبيب راه تيجي معها زوين. انا غنخلطها، غندير اللبن، شاده التليفون بواحد اليد، انا غنخلطها بحال هكا. تبقاو ديروها تكون شويه جاريه، ومن كتكونوا كتعجنوا ما تعجنوها ما تحطوهاش كامله في الكسعه، حطوا القدر اللي غادي تعجنوا به، وديما خليو قد المعلقه في ديك القرعه اللي كتخلطوا فيها، وكتزيدوا الطحين بحال هاد النخاله، تزيدوه عليها باش ما تدير لكمش، باش ما تمشيش لكم الفوائد ديالها. ماشي غير فين ما درتوها ديروا معها التمر، لا هذه غير البدايه، النهار الاول كنبغيو نقادوها، من بعد ما غتقاد لينا كنبغيو نعجنو، ديما نخليو في القرعه قد معلقه هكذا، ونديروا معها الماء، ما ديروش الماء سخون بزاف، كيكون غير الماء دافي، تخلطوا معها تحزوا بحال هكا وتخلطوا، سدوا عليها شي قرعه دجاج، ما ديروهاش في الثلاجه، خليوها غير في البراكار.
حيت هي كتبغي شويه البلاصه تكون دافيه، تكون دافيه شويه ماشي تكون عليها الشيع والحراره. لا ثم كيفاش كندير ليها؟ بسم الله يا ربي، هاد الشيء راه ديال سيدي ربي سبحان الله العظيم. كيفاش كطلع وكتخمر لينا الخبز ديالنا؟ هو الجدود ديالنا وما خلاونا حنا ما نقولوا، هاد الاجيال اللي نايضين ما تيخدموا حتى شي حاجه اللي غينفعوا بها ريوسهم، غير الخميره الكيماويه صافي. شوف سبحان الله الناس القدام باش كانوا كيخمروا العجينه ديالهم، كانت لا خميره ديال حبوب لا والو، غير هاد الشيء كتكون كدير الله فيه البركه. ها انتم كتشوفوا ما تكونش تكون قاسحه، ديروا ليها بحال هكا وديروها في الخميره في القرعه. كنتمنى هادوك السيدات اللي قالوا لي ما طيعرفوش يعجنوا بها وما كيعرفوش يقادوها، كنتمنى يشوفوا هاد لا فيديو ويزعموا ويصايبوا الخميره البلديه. راه جدود ديالنا الناس القدام كانوا كيصايبوا بها حتى الحريره، شدو كيديروها في الحريره، كيدوروا الحريره والطحين كيديروا فيها هاد الخميره البلديه، قلت تحمض ليهم الحريره وكتجي ليهم مزيانه. انا ديما العجينه ديالي كندير فيها الخميره البلديه. هانتوما كتشوفوا راه عندي هذه غير اليوم اللي قديت لي عجنت ورديت هاد الطحين فيها، هانتوما كتجي خامره ها. واليوم بغيت نبدا معاكم ندير لي هذه باش توليو حتى نتوما ديروها. هانتوما سبحان الله هاد الخميره كيفاش كتطلع بهاد التمر واللبن، ومن غادي نقادوها ان شاء الله وغتطلع لينا بحال اليوم درتها مع في هاد الوقت. نشوف شحال الساعه، قلت لكم على حساب الساعه اليوم انا درتها دابا مع السبعة د العشيه 28 دقيقه، ايوا غدا غادي توجد لينا ان شاء الله مع هاد الوقت ان شاء الله. انا خليتها ارتاحت شويه، غنديرها دابا فهاد القرعه. نتمنى تعجبكم وتجيكم سهله وتقادوها ان شاء الله. راه رمضان هذا اللي جا، راه كتعرفوا كتبغيو كلشي، تيبغي الخبز الخميره البلديه، صايبوا ان شاء الله الخميره البلديه. راه التمر الفوائد ديالها زوينين، راه كتعرفوا الفوائد ديالها راه مزيان بالنسبه للتمر. دابا درت انا فيها سبعة ديال التمرات، أربعة ديال العظيمات وثلاثة ديال التمرات. اللي عندها غير العظام ديال العظم ديال التمر ديرو، الا ما بغاتش دير ما تكون كلات التمر وبقاو دوك العظيمات الا ما تزاوطهم ديرهم بها الخميره البلديه، تنفع راسها وتنفع الخميره البلديه ان شاء الله. ايوا كنتمنى تعجبكم هاد الخميره البلديه وتزعموا ديروها. ها بالنسبه كيما قلت لكم ما تكبوا من كتكونوا كتعجنوا ما تكبوهاش كامله في العجينه، اولا ديروا الملحه وعاد ترجعوا تردوها. راه ما قلت لكمش الملحه ما ديروش ليها الملحه، حيت الا مشيتو تديروا الملحه راه ما غتخمرش لكم، حيت هذوك الفوائد اللي باش ديال التمر واللبن باش كتخمر لينا الملحه كتقتلهم، راه ما كتنوض ما كتخمرش لينا دغيا بلا ملحه. ديروها في القرعه ديما وسدوا عليها وخليوها ديما بحال هكا تكون جاريه باش كتلقى راسها فين طلعت. ايوا كنتمنى تعجبكم، انا درت معكم هذه المرحله هذه من غتخمر
غنرجع معاكم وغنوريكم كيفاش طلعت. كنتمنى تعجبكم وديروها تردوا عليا وتصبحوا على خير ان شاء الله، تتكون خمرات وغنرجع معاكم ان شاء الله. الله يعاونكم ويعاون وليداتكم. هانتوما البنات، نسيت ما قلت لكم كندير لي عليها هذا البلاستيكه، بلاستيك غذائي، كنشدها هكا باش تبقى ديك الفوائد ديال التمر فيها باش تخمر لينا دغيا. صافي كنسد عليها هاد الغلاقه، كنسدها مزيان باش كاع داك النفس ما يخرجش لي هذاك الفوائد ديال سميتو هذا التمر واللبن. كتعرفوا التمر واللبن راه كيخمروا دغيا. غنديرها في شي براكار حتى تخمر ونرجع معكم ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي على خير وبخير. انا رجعت معكم بالنسبه للخميره البلديه، وهي خمرات. كتعرفوا واش خمرات كيفاش كتجي؟ كتجي زوينه ومعلكه، راه سهله بالنسبه ليها. ما ديروهاش في الثلاجه، نهار كتصايبوها ما ديروهاش في الثلاجه، ديروها غير فين كديروا السطل ديال الطحين ديالكم، تما في الجنب ديال السطل ديال الطحين، وخليوها راه ما كيوقع ليها والو، حيت كيكون دافي شي شويه راه كطلع لكم ان شاء الله. راه مزيانه بالنسبه ل هانتوما، دابا ما كيبان لا اللبن لا والو، كتجي معلكه. ان شاء الله اليوم غادي نعجن معكم الخبز ديال الخميره البلديه كيفاش كيجي. كنتمنى لكم نتوما البنات كتبغيو تعجنوا، ديما خليو قد المعلقه، ديما ردوا عليها الطحين ديال السميده ديال الشعير، خلطوها وما ديروش الملحه. بالنسبه للتمر ما تعاودوش ديروا معها التمر، الا ما بغيتوش، بغيتو تعاودوا معها التمر عاودوا، ما بغيتوش بلاش. كنتمنى تعجبكم وبصحتكم وراحتكم. هانتوما البنات، من بعد ما كنصايبوها كنبغيو نعجنو، بقاو ديما نكبو ونخلي واحد القدر جوج معالق، وردو عليهم هاد الطحين هذا ديال القمح باش كيطلعها مزيانه. طال بالنسبه للطحين الاخر الفورس اللي بغى يدير، غير هذه كتجي معها زوينه كتخمرها. بغيتو تعاودو معها شويه ديال العظام ديال التمر عاودو، ما بغيتوش تعاودو بلاش، غير هي كتطلع. وحطوها في البلاصه فين كتحطو الطحين ديالكم، راه مزيان كتطلع زوينه. غير بالنسبه للثلاجه ما ديروهاش، تم كيكون الحال في الصيف كيكون الحراره، تما ديروها غير في لتحت في الباب ديال الثلاجه، راه كتجي مزيانه بصحتكم وراحتكم. كنتمنى تجربوها، راه ماشي صعيبه، راه سهله. الله يعاونكم.